أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدينا إلى يوم جديد من أخبار الصباح. صباح الخير يا أسامة. صباح الخير يا حنين وصباح الخير على مشاهدي العربية في كل مكان حول العالم. حال العالم هذا الصباح، البداية كالمعتاد بالعناوين. خلال مقابلة مع ماسك عبر منصة إكس، ترامب يحذر من أن التصعيد في الشرق الأوسط سيأخذ العالم نحو حرب عالمية ثالثة. بلينكن في جولة شرق أوسطية جديدة ودعوة لإيران بوقف التصعيد مع إسرائيل. اتهامات جديدة تلاحق تيك توك والسبب إرسال تنبيهات إخبارية مضللة إلى هواتف المستخدمين. بعد انقطاع الكهرباء، السلطات اليونانية تعلن حالة الطوارئ وتجلي مئات الأشخاص جراء حرائق الغابات. البداية من الولايات المتحدة، بعد تأخير لنحو 45 دقيقة بسبب مشاكل تقنية، ظهر المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على منصة إكس مع مالك المنصة إيلون ماسك. ترامب خلال المحادثة هاجم منافسته الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الحالي جو بايدن بالطبع، قائلا إنهما لا يملكان القدرة على الظهور في مثل هذا اللقاء أو إجراء هكذا محادثة. صحيح، لكن خلال هذا اللقاء أيضا عرض إيلون ماسك تولي دور في إدارة ترامب للمساعدة في تخفيض الإنفاق الحكومي إذا طبعا أعيد انتخاب الرئيس السابق في نوفمبر المقبل. ترامب بدوره قال إنه سيحب مشاركة إيلون ماسك في هذا الأمر، واصفا إياه بأنه قاطع عظيم، في إشارة طبعا إلى إجراءات خفض التكاليف التي اتخذها إيلون ماسك في شركاته مؤخرا. وحذر المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في حواره مع إيلون ماسك على إكس من أن الشرق الأوسط يمكن أن يأخذ العالم إلى حرب عالمية ثالثة. شدد ترامب على أنه تعامل أثناء ولايته الأولى بقوة وحزم مع إيران ووكلائها على حد قوله. كل ما نراه الآن وكل البشاعة وإسرائيل، الكل ينتظر هجمة من إيران، إيران لن تهجم. صدقوني عندما كنت هناك لا أريد أفعل شيء سيء لإيران، وأنا تحدثت مع الصين وقلت لهم إن اشتريتم نفطا من إيران لن يكون لكم علاقة تجارية مع الولايات المتحدة، وعنيت ذلك وبالتالي توقفوا. وكثير من الدول قلت لهم نفس الشيء، وهذا جعلهم ليس لديهم المال لحماس ولا لحزب الله ولا هذه أعمال. وهناك مقالات عندما كنت أغادر منصبي الرئاسي. طبعا هذا من الشق الجمهوري، لكن في المقابل وعلى الجانب الديمقراطي سخرت حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس من منافسها الجمهوري دونالد ترامب، وأيضا المشاكل التقنية التي واجهت محادثته مع إيلون ماسك عبر منصة إكس. المتحدث باسم حملة كامالا هاريس وهي نائبة رئيس جوزيف كوستيلو قال أو حمل كل من ترامب وماسك، وقال إنهما رجلين ثريين مهووسين بأنفسهما وأنهما سيبيعان بسهولة الطبقة المتوسطة، وبأنهما على ما يبدو لا يمكنهما تشغيل بث مباشر في عام 2024. وانتقد كوستيلو في بيان ماسك واتهمه بأنه لم يكتفي بالتبرع بالملايين لترامب، بل يستخدم أيضا منصته لنشر أجندة ترامب غير المتوازنة والمليئة بالكراهية لملايين المستخدمين. طبعا الانتقادات استمرت واستمرت يا أسامة، حتى أن حملة هاريس قالت إن ماسك هو خادم للرئيس السابق دونالد ترامب، وإنها يعني الولايات المتحدة غير ممتنة لوجود مليارديرات مثل ماسك في الولايات المتحدة.
يعني هي طبعا هو دائما سياسة حزب الديمقراطي يبدو أنه لديهم مشكلة مع رجال الأعمال وتحديدا شخص مثل إيلون ماسك، لديه الكثير من التعليقات يثير الكثير أيضا من الجدل ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن على ما يبدو على مستوى العالم أيضا. كان جدا لافت في هذه المحادثة عندما تحدث ماسك وقال إنني لا أميل بطبيعة الحال، في السابق لم أكن أميل لليمين ولا أميل لليمين بشكل خاص، وتاريخه ديمقراطي وينتمي للديمقراطية. نعم، وأنه كان بالفعل من أكبر المؤيدين لأوباما، ولكنه يقول أنه من أشد المشجعين والداعمين لترامب الآن. وحتى رد عليه ترامب وقال أنت يساري، اعتقدت أنك يساري بكل حال. لكن على صعيد آخر وفي إطار الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إنه يحقق بمزاعم اختراق حملة دونالد ترامب الانتخابية من قبل إيران، في حين أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة واشنطن بوست أن FBI يحقق أيضا في مزاعم اختراقات أخرى استهدفت حملة بايدن. طبعا كانت بالأمس حملة الرئيس السابق دونالد ترامب، اتهمت إيران باختراق وثائق ومراسلات للحملة. بدوره على الجانب الآخر، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ترامب توعد طهران بعد تعرض حملته للاختراق، فيما نفت الحكومة الإيرانية ضلوعها في هذه الاختراقات. أيضا في الولايات المتحدة، طلبت عائلة المغني الراحل إسحاق هايز من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التوقف عن استخدام أغنية Hold On I'm Coming التي كتبها هايز في التجمعات الانتخابية. وفي رسالة أرسلها نجلو هايز إلى ترامب وفريق حملته الانتخابية، هدد باتخاذ إجراء قانوني إذا استمر في استخدام أغنية سام أند ديف التي كتبها آيزاك هايز وديفيد بورتر عام 1966. تزعم الرسالة انتهاك حقوق الطبع والنشر، وتطالب أيضا بدفع 3 ملايين دولار كرسوم ترخيص مستحقة عن استخدام الأغنية بين عامي 2022 و2024. أما فيما يتعلق باستطلاعات الرأي وثقة الأمريكيين في قدرة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على التعامل مع الاقتصاد، يبدو أنها تتزايد بالمقارنة مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب. استطلاع أجرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أظهر أن 42% من الناخبين يعتقدون أن هاريس ستكون أفضل في التعامل مع الاقتصاد، بينما 41% من الأمريكيين لا يزالون يثقون في الرئيس السابق ترامب فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية تحديدا. وبالمقابل أظهر الاستطلاع أيضا أن القلق الاقتصادي الكامن بين الناخبين قد يفيد ترامب، حيث قال 42% إنهم سيكونون أفضل بكثير إذا فاز ترامب، بينما قال 33% فقط إنهم سيكونون أفضل بكثير في ظل رئاسة هاريس. Happy days are here again، أو الأيام السعيدة هنا مرة أخرى، أغنية شكلت نشيدا غير رسمي للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة منذ عام 32 وتحديدا في ذروة الكساد الكبير. طبعا اختارها فرانكلين روزفلت. اليوم في 2024 البعض يقول في الولايات المتحدة إن التفاؤل اجتاح الديمقراطيين مع ترشح المنافسة الديمقراطية كامالا هاريس للرئاسة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق. لنتساءل بالفعل ويتساءل الأمريكيون، هل اقتربت الأيام السعيدة؟ الديمقراطيون احتضنوا ترشيح كامالا هاريس بحماسة غير مسبوقة منذ عام 2008، هذا طبعا بسبب تحول اعتقادهم من الخسارة القريبة إلى شعور متزايد بالتفاؤل بأن الأمريكيين قد ينتخبون أول رئيس للبلاد، بالإضافة إلى الخوف الكبير لدى الديمقراطيين من عودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. لذلك كان قدموا الدعم لبايدن في عام 2020 لاعتقادهم بأنه المرشح الأفضل لهزيمة ترامب في نوفمبر آنذاك. لكن الآن وفي العام 2024 سبب ترشح هاريس في تدفق الدعم المالي للحزب، فيما زاد اختيارها لحاكم ولاية مينيسوتا تيم وولز نائبا لها من جاذبيتها، شكل إثارة لسياسات الحزب الديمقراطي لم يشهدها منذ سنوات. وإذا تم انتخابها فإنها ستكون أول رئيسة في التاريخ الأمريكي وثاني شخص من ذوي البشرة السمراء فقط يفوز بأعلى منصب في البلاد، ما طبعا تلقائيا يساعدها في معالجة مشاكل بايدن مع الناخبين من ذات الفئة، وذلك بالطبع بحسب المراقبين.
أيضا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز اعتبر في حديث مع شبكة CNN أن أمريكا تتسم بسياسة ضريبية رجعية بشكل رهيب على حد تعبيره، إذ يدفع الأثرياء معدل ضريبة فعليا أقل مما يدفعه العمال. بيرني ساندرز قال إن الوضع يجب أن يتغير عبر إنشاء نظام ضريبي عادل يجبر الشركات الكبيرة التي لا تدفع أي شيء من الضرائب الفيدرالية بأن تبدأ في دفع حصتها العادلة من الضرائب. السيناتور الأمريكي رأى أن الأمر نفسه يجب أن يطبق على الأثرياء في أمريكا، لذلك يعتقد ساندرز أن هناك حاجة إلى إلقاء نظرة على النظام الضريبي بأكمله، وهو غير عادل بشكل صارخ ويفيد الأثرياء على حساب العمال كما قلت يا أسامة. كما أكد ساندرز أنه رافق هاريس في حملتها الدعائية، وأضاف أنه سيفعل كل ما بوسعه ليرى هزيمة دونالد ترامب. دائما ما كانت مسألة الضرائب مسألة خلافية. تذكر يعني كان حتى رونالد ريغان ذات مرة كان لديه قانون عرف في الولايات المتحدة بقانون ريغان فيما يتعلق بمسألة التحصيل الضريبي، أنه كلما زادت نسبة الضريبة قلت نسبة التحصيل، أما كلما قلت نسبة الضريبة زادت نسبة التحصيل، لأنه حينما تكون الضريبة مرتفعة بشكل كبير الكثيرون يلجؤون لطرق متعددة للتهرب من دفع الضريبة. لكن بيرني ساندرز هو يمثل الجناح أقصى اليسار أو الجناح التقدمي الذي يعني يعتمد بشكل كبير، لا أقول معادات الأثرياء، ولكن هو يعني يريد دائما أن يعني تتدخل الحكومة في أشياء كثيرة وأن تفرض المزيد من الضرائب. كذلك ترامب في محادثته مع إيلون ماسك صحيح أيضا جاء على ذكره لينتقد كمالا هاريس، قال إنها أسوأ وأكثر يسارية من بيرني ساندرز. بكل الأحوال وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي عن إطلاق أول حملة إعلانية لها منذ أن أصبحت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس وحاكم مينيسوتا تيم والز رسميا مرشحان للحزب الديمقراطي لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس. طبعا هناك لوحة الإعلانية مثلت في لاس فيغاس إشارة لافتة من الحزب كونها عاصمة ولاية نيفادا التي يعتقد الجمهوريون بأن الفوز بها مضمون لهم. أيضا اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي أعلنت أنها ستطلق أكثر من 80 لوحة إعلانية ستعرض باللغتين الإنجليزية والإسبانية أيضا في المناطق الحضرية الكبرى وفي محيطها، تحديدا في الولايات المتأرجحة مثل أريزونا وجورجيا وميتشيغان وكارولينا الشمالية ونيفادا وأيضا بنسلفانيا وويسكونسن. في محاولة منها لحشد عدد كبير من الناخبين من مختلف الفئات، تراجعت نائبة الرئيس والمرشحة المفترضة عن الحزب الديمقراطي كمالا هاريس عن عدد من مواقفها تجاه قضايا عدة نلخصها في التقرير التالي. أمضت كامالا هاريس حياتها المهنية في الدفاع عن التشريعات التقدمية من الصفقة الخضراء الجديدة إلى الرعاية الصحية للجميع، والآن تتراجع عن بعض هذا الدعم بينما تحاول حشد الناخبين خلفها كمرشحة ديمقراطية. هاريس أيدت في منتدى لاس فيغاس عام 2019 وبشدة برنامج إعادة الشراء الإلزامي لبنادق AR-15 والأسلحة المماثلة، ولكنها تجد نفسها اليوم مضطرة للتراجع عن هذه السياسة بعد أن استغل ترامب تصريحاتها في مؤتمر انتخابي حاشد في جورجيا. ولعل أبرز موقف في هذا السياق هو تراجعها عن حظر ما يعرف بالتكسير الهيدروليكي لاستكشاف واستخراج الغاز الطبيعي والنفط الخام. فعلى الرغم من تأكيدها خلال حملتها الانتخابية السابقة عام 2020 بأنها تؤيد الحظر، إلا أنها تراجعت الآن عن هذا الموقف. كما غيرت هاريس موقفها من سياسات نظام الرعاية الصحية بعد أن شاركت عام 2017 في رعاية تشريع مع السيناتور بيرني ساندرز يتناول الرعاية الطبية للجميع ومن شأنه أن يقضي بشكل أساسي على سوق التأمين الخاص. موقف هاريس من توسيع المحكمة العليا تبدل أيضا بعد أن صرحت عام 2019 بأنها لا تستبعد توسيع المحكمة بعد أن اكتسب المحافظون ميزة كبيرة فيها. كما لم تعد هاريس تدعم ضمان الوظائف الفيدرالية، وهي الفكرة التي تبناها بعض اليساريين وأنصار الصفقة الخضراء الجديدة والتي اكتسبت زخما بين الديمقراطيين خلال دورة الانتخابات لعام 2020.
أما عن تمويل الشرطة، دعت هاريس في مقابلة أجريت عام 2020 إلى إلغاء تمويل الشرطة وإعادة توجيه الأموال، لكنها عادت سريعاً وتراجعت عن أقوالها. طبعا الكثيرين من المرشحين في الولايات المتحدة الأمريكية، هو يعني جزء من حديث ترامب أنه كامالا هاريس غيرت الكثير من مواقفها، لكن بالنظر أيضا لدونالد ترامب هو غير كذلك الكثير من مواقفه. ربما يرى البعض هذه الصورة سلبية، لكنها في الطبيعة البشرية جزء من التطور البشري. هو مثلا كان لديه موقف سلبي فيما يتعلق بالبيتكوين وما إلى ذلك، تتذكرين ما الآن هو يقبل تبرعات بالبيتكوين، صحيح؟ يعني حتى أسواق البيتكوين ازدهرت بعد المؤتمر الخاص بها الذي حضره. حتى بما يتعلق بتسلا وما تحدث عنه كان في المحادثة كذلك، سيارات الكهربائية، صحيح، حتى بموضوع السيارات الكهربائية تحدث بإيجابية كبيرة، رغم أنها ربما يعني ينظر إليها على أنها مناورة، لم يعطي وقال بأنه ليس كل شخص بحاجة إليها، وخرج من موضوع التغير المناخي وأزمات التغير المناخي وتحدياته إلى موضوع الأزمة النووية، ويعني يعني قال بأنه الاحتباس النووي أكثر خطورة من الاحتباس النووي أكثر خطورة، وخرج إلى المواضيع السياسية والعسكرية مجددا. على ذكر النووي نذهب إلى روسيا. إلى روسيا بكل تأكيد. في روسيا، على الرغم من تزايد مخاوف العالم الاقتصادية لا سيما من معدلات البطالة، لكن هناك مخاوف الروس لا يبدو أنها تتزايد. فعلى الرغم من العقوبات الشديدة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، لأن الاقتصاد الروسي ينمو بقوة، إذ تبين أن الإنفاق المفرط في وقت الحرب ينشط الاقتصاد بشكل كبير. من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي بأكثر من 3% بالقيمة الحقيقية، وهو معدل أسرع من 95% من البلدان الغنية بحسب مجلة The Economist البريطانية. أما في مقياس نشره بنك جولدمان ساكس، فإن الاقتصاد يتسارع والبطالة تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق، والروبل في وضع جيد. ووفق مقياس وكالة الإحصاء الروسية، فإن ثقة المستهلكين أعلى بكثير من متوسطها منذ تولي فلاديمير بوتين السلطة منذ عام 2000. أما على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، فحذرت الولايات المتحدة إيران من عواقب إرسال المزيد من الأسلحة إلى روسيا لدعمها في حربها على أوكرانيا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدن باتل قال إن واشنطن وحلفائها مستعدون للرد بشكل حازم إذا ما مضت إيران قدما في نقل الصواريخ البالستية إلى روسيا. كما أوضحنا نحن وشركاؤنا، سواء في قمة مجموعة الدول السبع أو في قمة حلف شمال الأطلسي هذا الصيف، فنحن مستعدون معا لتقديم رد سريع وصارم إذا ما مضت إيران قدما في نقل الصواريخ البالستية، وهو ما من شأنه أن يمثل تصعيدا دراماتيكيا في دعم إيران لحرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا. أما من الجانب الأوكراني، فقائد القوات المسلحة الأوكرانية أليكسندر سيرسكي قال إن الجيش الأوكراني سيطر على نحو 1000 كيلومتر مربع من أراضي كارسك الروسية. نواصل تنفيذ العمليات الهجومية في منطقة كورسك، وحتى الآن سيطرنا على نحو 1000 كيلومتر مربع من أراضي الاتحاد الروسي، وتقوم القوات بتنفيذ المهام الموكلة إليها، وتدور المعارك فعليا على طول خط المواجهة بالكامل. الوضع تحت سيطرتنا. في المقابل وخلال اجتماع حول الوضع في منطقة كورسك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا بحاجة إلى طرد القوات الأوكرانية من أراضيها، كما أضاف أن أوكرانيا تحاول ترهيب روسيا وأنها تحاول تحسين مواقفها التفاوضية في المستقبل بالهجوم على كورسك. أسامة، هذه النقطة تحديدا، طرد القوات الأوكرانية، لكن في الواقع روسيا حتى الآن لم تسحب قواتها من أوكرانيا إلى كورسك، وهذا يشكل كذلك بالمقابل مشكلة لدى الأوكرانيين، لأن قائد ميداني كبير في أوكرانيا قال إن القوات التي ذهبت إلى كورسك هم بحاجة إليها في الميدان في أوكرانيا، على الجبهة في مواجهة القوات الروسية تحديدا في بعض المناطق في شمال شرق أوكرانيا. لكن لنستمع ماذا قال بوتين. الدور الرئيسي للجيش الروسي في هذه المرحلة الحساسة هو طرد القوات الأوكرانية من أراضينا. بالتعاون مع فرق الأمن الموجودة على الحدود سوف نحمي حدودنا وسيادتنا.
من الواضح جدا أن الجانب الأوكراني يحاول تحسين مواقفه التفاوضية في المستقبل، لكن أي نوع من المفاوضات يمكننا حتى التحدث عنها مع أشخاص يهاجمون المدنيين والبنية التحتية المدنية دون تمييز ويحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية؟ ما الذي يمكنك التحدث معهم عنها؟ طبعا في هذه الأزمة المخاوف تزداد كذلك من في أوكرانيا من عودة الضربات الروسية. الضربات الروسية كانت اقتصرت في مؤخرا على بعض المناطق التي تريد إحكام روسيا سيطرتها عليها، لكن التصريحات الأخيرة لديمتري ميدفيديف يقول بأنه لابد أن نعيد توجيه ضربات أخرى ليس فقط للعاصمة الأوكرانية كييف، ولكن حتى إلى لفيف على الحدود مع بولندا، وبالتالي هو توسيع على ما يبدو نطاق الضربات الروسية سواء الضربات الصاروخية أو الضربات عبر سلاح الجو الروسي. فيبدو أنه ما حدث سيرسم ملامح جديدة أو يعيد زخم المعارك بشكل أكبر ما بين روسيا وأوكرانيا. ويبعد كذلك طيف التفاوض الذي كان يعني يتحدث عنه سواء زيلينسكي الذي دعا بوتين أو دعا روسيا إلى محادثات يعني للسلام، أو حتى هو رغم أن بوتين نفى أنه سيشارك في أي محادثة. يعني يبدأ أمامهما من منذ الآن وحتى نوفمبر لكل شخص يريد أن يعزز موقفه. عموما ملفات معلقة كثيرة. صحيح. حتى نوفمبر. لكن هذه المرة إلى بريطانيا، طبعا تابعنا الاضطرابات العنيفة التي شهدتها مختلف أنحاء المملكة المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين. وزارة التعليم كشفت أنها ستدرب الأطفال على مكافحة المعلومات المضللة المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام. تفاصيل أكثر حول خطة بريطانيا في هذه المسألة مع الزميلة عروب عبد الحق مراسلة العربية من لندن. إجراءات جديدة تتخذها بريطانيا لمعالجة عنف احتجاجات الأسبوعين الماضيين، من بينها تدريب الأطفال على مكافحة المعلومات المضللة المنتشرة عبر الإنترنت، إذ كشفت تقارير صحفية أن الحكومة البريطانية تعتزم تكييف المناهج الدراسية لتحسين التفكير النقدي لدى الأطفال ومساعدتهم في تمييز نظريات المؤامرة. وتشعر السلطات باستياء من دور شبكات التواصل الاجتماعي في تصاعد العنف العنصري والمعادي للمسلمين عقب انتشار معلومات كاذبة بشأن هوية منفذ هجوم الطعن في مدينة ساوثبورت. وقالت وزارة التعليم إن نشر الوعي بين الشباب ومنحهم المهارات اللازمة للحكم على ما يشاهدونه على منصات الإنترنت أمر مهم، وأطلقت مراجعة واسعة النطاق لبرامج التعليم الابتدائي والثانوي للسنة المقبلة عبر إدراج موضوع التعامل مع المعلومات الزائفة في عدة مواد تعليمية، كما كثفت الحكومة تحذيراتها من خطر نشر معلومات كاذبة عبر تسريع الإجراءات القانونية لمحاسبة المحرضين على العنف عبر الإنترنت وإصدار أحكام بالسجن بحقهم في محاكمات هي الأولى من نوعها في بريطانيا. أخبار الصباح مستمرة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد قليل. وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم نتنياهو بتأخير صفقة غزة. لدينا أيضا في ليبيا بعد أيام من التحشيد العسكري، الدبيبة يحذر حفتر من مغبة التصعيد العسكري ضد قوته. أهلا بكم مجددا. نذهب هذه المرة إلى آخر التطورات فيما يتعلق بالحرب في غزة. مصادر أفادت لموقع أكسس الإخبارية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيتوجه اليوم إلى الشرق الأوسط. من المقرر حتى اللحظة أن يقوم بلينكين بزيارة قطر ومصر وإسرائيل بحسب مصادر أكسس. أفاد كذلك الموقع أن المنسق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكورغ سيتوجه اليوم للقاهرة لمحاولة إتمام الترتيبات الأمنية الخاصة بحدود مصر وقطاع غزة، وهي مسألة حاسمة بالنسبة لصفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت قبل ذلك عن تجديد طلب تل أبيب لمصر باستقبال سكان غزة والموافقة على توطينهم بشكل مؤقت خارج القطاع، ولكن لحل أزمة الحرب في غزة، لكن القاهرة رفضت الطلب وبشدة.
هذه ليست المرة الأولى، الرفض المصري على الجانب الآخر هذه المرة قوبل بشن هجوم من الإعلام الإسرائيلي. قال موقع سروجيم الإسرائيلي إن مصر رفضت طلب إسرائيل بتوطين عشرات الآلاف من سكان غزة في الأراضي المصرية لفترة محدودة بهدف القضاء على التنظيمات المسلحة التي بقيت في القطاع دون تعريض سكان القطاع للخطر. في الولايات المتحدة، المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت إن الرئيس جو بايدن ناقش مع الزعماء الأوروبيين الوضع في الشرق الأوسط والجهود الجارية لتهدئة التوتر والتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الأسرى في غزة. الرئيس جو بايدن تحدث مع رؤساء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والجهود الجارية لتهدئة التوترات والتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن في غزة. أما على المستوى الأممي، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قال إن الأمم المتحدة ترحب بجهود الوساطة الدولية وتدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإعادة الانضمام إلى المفاوضات وإبرام اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. ترحب الأمم المتحدة بجهود الوساطة وتدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإعادة الانضمام إلى المفاوضات وإبرام اتفاق وقف لإطلاق النار، ويكرر الأمين العام نداءه العاجل لوقف إطلاق النار الفوري والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، كما يؤكد مرة أخرى على الحاجة إلى ضمان حماية المدنيين والوصول الآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية. طبعا في الأزمة التي نشبت بين جالانت ونتنياهو، في تفاصيلها، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن وزير الدفاع يؤف جالانت يتبنى الخطاب المناهض لإسرائيل. هذا كان ردا على تصريحات جالانت التي انتقد فيها نتنياهو. مكتب نتنياهو أشار إلى أن تصريحات جالانت تضر بفرص التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدا على أن توجيهات رئيس الوزراء لحكومته ملزمة للجميع بما في ذلك جالانت. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية كانت قد نقلت عن يؤاف جالانت في وقت سابق القول إن الحديث عن نصر مطلق الذي يكرره نتنياهو ما هو إلا هراء، وأن رئيس الوزراء هو من يؤخر صفقة المحتجزين في غزة. طبعا عدا واستدرك جالانت وقال إن هناك أزمة تسريبات مجددا، هذه الأزمة التي بدأت منذ بداية الحرب في الكابينت، عدا وقال إن المشكلة تكمن في التسريبات كذلك. لكن هناك أيضا رد فعل من حماس. حماس قالت إن اعتراف جالانت بأن إسرائيل هي سبب تأخير صفقة غزة يؤكد تعنت وكذب نتنياهو على حكومته وعلى عائلات المحتجزين والعالم. القيادي في حماس عزة الرشق قال إن نتنياهو لا يأبه لحياة المحتجزين ولا يريد التوصل لاتفاق، وأن كل ما يهمه هو استمرار الحرب وتوسعها. وفي أزمة أخرى في إسرائيل اقتصادية بالطبع، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة. أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية لإسرائيل عند مستوى سلبي، لأن الحرب في غزة قد تستمر حتى عام 2025 وتهدد بالانتشار إلى جبهات إضافية، بالإضافة إلى ما قد تجره من خسائر بشرية وإنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير للبنية التحتية وتأثيرها على عبء ديون الحكومة. طبعا فيتش هي ثالث وكالة ائتمان كبرى تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني بعد ستاندرد أند بور وموديز. إلى التوترات بين إسرائيل وإيران، البيت الأبيض أصدر بياناً مشتركاً فيما يتعلق بهذه الأزمة وتداعياتها. هذا البيان جاء مشتركاً مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ودعا إيران إلى التراجع عن تهديداتها. كما أكد البيان المشترك دعم الدول الكامل للجهود الجارية لتهدئة التوترات والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة. البيان الأمريكي الأوروبي أعرب أيضاً عن استعداد هذه الدول للدفاع عن إسرائيل ضد التهديدات الإيرانية. كما دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال مكالمة هاتفية إلى الامتناع عن مهاجمة إسرائيل. ستارمر قال إنه يشعر بقلق عميق إزاء الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط.
دعا جميع الأطراف إلى تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد وتجنب المزيد من المواجهات الإقليمية. كذلك أضاف ستارمر أنه لا سبيل لتعزيز الحوار البناء بين البلدين إلا إذا أوقفت إيران أعمالها المزعزعة للاستقرار. أما في الداخل الإسرائيلي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري شدد على أن تل أبيب وواشنطن تتابعان عن كثب ما يصدر عن طهران من تهديدات. نحن نتابع التطورات وخاصة ما يحدث مع إيران باستخدام كافة قدراتنا، ولا نرصد ما يحدث بمفردنا، بل نتابع ذلك بالتعاون مع أمريكا وشركاء آخرين. أما بخصوص احتمال وقوع هجوم إيراني خلال 24 ساعة، فأنا لست على دراية بهذا التقييم. كذلك أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن إسرائيل على أهبة الاستعداد واليقظة لصد أي هجوم من إيران أو من حزب الله في لبنان. في الأيام الأخيرة كرسنا وقتنا لتعزيز الدفاع وخلق بدائل هجومية كردة فعل ومبادرة إذا لزم الأمر في أي مكان، والهدف الرئيسي هو حماية مواطني دولة إسرائيل. نحن في فترة من اليقظة والاستعداد في وقت قد تتجسد فيه هذه التهديدات. أيضاً في الولايات المتحدة، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إن واشنطن مستعدة لهجمات كبيرة قد تشنها إيران أو وكلاؤها في الشرق الأوسط هذا الأسبوع. كيربي أضاف أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية. وأما على جانب التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، فاستكملت الحكومة اللبنانية خطط طوارئ أعدتها لمواجهة الحرب الإسرائيلية المحتملة على لبنان، ووضعت أجهزتها الإدارية والصحية واللوجستية كافة في جاهزية تامة لتنفيذ خطتها التي ترتكز على تحويل مدارس ومعاهد رسمية إلى مراكز إيواء وتجهيزها بالمعدات اللازمة لاستقبال النازحين فيها. وعن قيمة التمويل الذي تحتاجه اللجنة ومواجهة الكوارث، قال رئيسها وزير البيئة ناصر ياسين إنه في حال تكرر سيناريو عام 2006 الذي شهد فيه لبنان نزوح مليون لبناني، فستحتاج اللجنة إلى 100 مليون دولار شهريا لتوفير الغذاء والنظافة وحتى الفراش للنازحين. أما في اليمن، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إنها تلقت تقريرا عن واقع على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة الحديدة اليمنية. وأضافت كذلك الهيئة أن السلطات تحقق في هذا الأمر، وأكدت أن السفينة وطاقمها بخير وأن السفينة الآن في طريقها إلى الميناء. وإلى ليبيا الآن، حيث بعث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد للدبيبة برسائل مبطنة إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، يحذره فيها من مغبة التصعيد العسكري ضد قواته، وذلك بعد أيام من عمليات التحشيد بمناطق في الجنوب الغربي. الدبيبة قال خلال حفل تخريج طلبة الكليات العسكرية إن وحدة الوطن خط أحمر، مشدداً على أنه سيقف ضد أي شخص يريد تعزيز الانقسام في البلاد. أضاف أن حكومته لن تتراجع عن خيارها في بناء جيش قوي وموحد رغم كل التحديات والمؤامرات، وإنها ستقف أمام كل من تسول له نفسه تجديد الخروقات العسكرية وتعزيز الانقسام. طبعاً الكلام للدبيبة. ومن ليبيا إلى السودان، اعتبر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو أنه لا توجد أي حكومة شرعية في البلاد. حميتي أكد أن قوات الدعم السريع تفضل خيار السلام على الاستمرار في الحرب على حد تعبيره. نود أن نعيد التأكيد كذلك بعدم وجود أي حكومة شرعية في السودان بعد انقلاب 25 من أكتوبر وحرب 15 من أبريل التي بسببها حدث انهيار دستوري كامل للبلاد، وأن العصابة المتواجدة في بورسودان لا تمثل إلا نفسها ومصالحها المتمثلة بنهب ثروات شعبنا. إننا منذ اندلاع الحرب ظللنا في قوات الدعم السريع نقدم خيار السلام.
وبدوره قال المبعوث الخاص للسودان توم بيريلو إن الولايات المتحدة ستمضي قدما في محادثات وقف إطلاق النار في السودان. كنا نفضل أن تبدأ هذه المحادثات في أبريل عندما حاولنا عقدها، إن لم تكن في أبريل فمايو أو يونيو أو حتى يوليو، ولكننا سنمضي قدما فيها هذا الأسبوع، وقد أوضحنا ذلك لجميع الأطراف المعنية. لقد ضمننا التزام ومشاركة قوات الدعم السريع، ولكن الجيش السوداني لم يؤكد لنا بعد حضوره الضروري للمضي قدما. طبعا توم بيريلو يتحدث هنا عن محادثات جنيف التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن الجيش السوداني بالأمس أنه لا يرى أي جديد فيما يتعلق بهذه المفاوضات، وأنه من باب أولى بالرد كذلك. لكنه اعتبر أن مفاوضات جدة يعني لديها أسس واضحة وتم التوافق على الكثير من الأمور، فمن باب أولى تنفيذ مخرجات ما تم الاتفاق عليه في جدة، لكن لا نعلم إلى أين ستذهب الأمور، خاصة فأنه يعني كل طرف يبدو أنه يتمسك بأنه الحسم العسكري هو الأفضل له على الأرض في الوقت وحتى للتفاوض. صحيح. أخبار الصباح مستمرة معكم ولدينا فيها بعد هذا الفاصل. حرائق السيارات الكهربائية تدفع كوريا الجنوبية لدراسة إجراءات عاجلة. دراسة تكشف عن ذوبان غير مسبوق للأنهار الجليدية الاستوائية. أهلا بكم من جديد. اجتمع مسؤولون في كوريا الجنوبية لمناقشة سلامة السيارات الكهربائية وما إذا يتعين عليهم مطالبة شركات السيارات بالكشف عن العلامة التجارية للبطاريات. يأتي هذا وسط قلق المستهلكين المتزايد بعد أن أدى حريق سيارة كهربائية في مرآب تحت الأرض إلى ضرر كبير في مبنى سكني استغرق 8 ساعات لإخماده، كذلك أدى إلى تدمير أو إتلاف نحو 140 سيارة وأجبر بعض السكان على الانتقال إلى الملاجئ. احذروا، الدراسات العلمية المنشورة مؤخراً ساهم في بعضها الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي تم اكتشافه عن طريق الصدفة. لكن كيف حدث ذلك؟ بعض هذه الدراسات التي نشرت في بعض المجلات المتخصصة احتوت على عبارات معروفة بأنها منتجة بواسطة برامج للذكاء الاصطناعي أو تتضمن كذلك صوراً تفتقر إلى الدقة. على سبيل المثال، أثارت دراسة لمجموعة النشر العلمي البريطانية السيفير جدلاً واسعاً بعد أن كانت أول عبارة بها إليك مقدمة لموضوعك. هذه الصيغة هي النموذجية لأجوبة تشات جي بي تي، نسى القائمون على الدراسة أن يقوموا بمحوها قبل النشر. والأرقام في هذه القصة قد تكون صادمة. آخر الإحصائيات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي استخدم على الأرجح في 60,000 مقال علمي العام الماضي، أي بنسبة 1% من الإنتاج السنوي. التوقعات تشير كذلك لزيادة كبيرة في هذه الأرقام في العام الجاري. أما جمعية ريتراكشن واتش الأمريكية فلاحظت أن حالات سحب المقالات العلمية بلغت رقماً قياسياً في 2023 وهو 13,000. رأى مؤسسها أن الذكاء الاصطناعي بات يوفر ما يشبه المصانع لإصدار الدراسات الزائفة وبكثافة. يعني إن كان الذكاء الاصطناعي يحاول أن يتحدى الذكاء البشري ويخرج بتحليلات وتجميع للمصادر وما إلى ذلك للخروج بدراسات يعني يرتكز إليها البشر في فهم أكبر لمواضيع مختلفة علمية تحديدا، ولكن ماذا عن النشر بحد ذاته؟ يعني أين تنشر الوسائل التي تتناول هذه الدراسات وتنشرها؟ هذا يشكل تحديا كذلك على الجهات الناشرة، ولكنه مسؤولية. وحتى يعني مسألة الاعتماد على مثل هذه البرامج في نشر مقالات أو نشر أبحاث علمية هو من الممكن أن تستند إليه، لكن يعني يبدو أن الشخص الذي استند إلى هذه الأبحاث يعني حتى جملة معروفة للغاية، يعني مثلا إليك مقدمة لموضوعك، يعني هذه حتى هذه الجملة لم يعني في أي موضوع تدخله على تشات جي بي تي يعني لم يقم بحذفها. لكن هناك طبعا مسائل كبيرة، الذكاء الاصطناعي في النهاية هو منتج بشري، ف
فبالتالي حتى ولو تفوق على الكثيرين من الأشخاص سيظل هناك مجموعة من الأشخاص لن يستطيع الذكاء الاصطناعي التغلب عليهم، وبالتالي يظل العقل البشري جزء من نجاحه على مستوى العالم وإبهاره هو أنه قابل للتغير والتكيف والإبداع أيضا. ولكن مسألة التقييم، يعني الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للتقييم هي المشكلة اليوم، يعني الجنريتيف اي اي او ما نتابعه الان من كل هذا التطور في الذكاء الاصطناعي ليس هو المشكلة، ولكن الاعتماد عليه بشكل كبير في اخذ القرارات هو المشكلة بكل تاكيد. لكن لا ننسى انه ما زلنا في بداياته او في طور التحديات في الطب على سبيل المثال، صحيح، في الطيران إن كان هناك طيار ولكن من الذكاء الاصطناعي روبوت سيقود الطائرة، إلى أي مدى يمكن للناس أن تكون بكامل الثقة وهي تصعد على متن هذه الطائرة؟ يعني لازال هناك بكل تأكيد طويل للتطوير والثقة بهذه الأدوات. ولكن إذا ذهبنا إلى تيك توك، فقد أرسلت الشركة تنبيهات إخبارية غير دقيقة ومضللة إلى هواتف المستخدمين بما في ذلك ادعاء كاذب حول تايلور سويفت، تحذير من كارثة مضى عليها أسابيع ما أدى إلى تكثيف المخاوف بشأن انتشار المعلومات المضللة على منصة تيك توك. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت عن بعض التحذيرات لا سيما من حدوث تسونامي في اليابان الذي تم نشره في أواخر يناير الماضي بعد 3 أسابيع من وقوع زلزال. بحسب الصحيفة تظهر الإشعارات التي تحتوي أحيانا على ملخصات من المنشورات التي ينشئها المستخدمون على الشاشة بأسلوب تنبيه إخباري. إذن دراسة تحليلية جديدة تكشف أن الأنهار الجليدية الاستوائية الواقعة على ارتفاعات عالية في جبال الأنديز أصبحت أصغر مما كانت عليه منذ العصر الجليدي، حدث بالطبع مثير للقلق قد ينذر بذوبان الأنهار الجليدية مستقبلا بجميع أنحاء العالم. الدراسة المنشورة بمجلة ساينس العلمية وجدت أن الأنهار الجليدية الاستوائية تراجعت على مدى العقود الأخيرة وأصبحت الآن أصغر مما كانت عليه منذ 11700 عام على الأقل، مما يجعل المناطق الاستوائية أول منطقة كبيرة توثق مثل هذا التراجع. أما في اليونان، السلطات هناك قالت إن حريق غابات سريع الانتشار أججته رياح قوية اقترب من العاصمة أثينا وأتى على أشجار ومنازل وكذلك سيارات، ما أدى إلى إخلاء مستشفيات وبلدات وقرى بأوامر من الدفاع المدني باليونان. أدى هذا الحريق إلى إخلاء مدينة ماراثون التاريخية على مسافة 40 كيلومتر شمال شرق أثينا، وتم إخلاء ما لا يقل عن 5 مناطق أخرى فضلا عن مستشفيين أحدهما للأطفال وآخر عسكري في بنتيلي شمال شرق العاصمة. كما فتحت السلطات ملعب أواكا الأولمبي في شمال أثينا لاستقبال آلاف الأشخاص. إذن ولا يزال السكان في مختلف أماكن تواجدهم في العالم يعانون من درجات الحرارة المرتفعة والتي تسبب بعضها في حرائق الغابات الشاسعة، لتعمل فرق الإنقاذ على مدار الساعة للسيطرة عليها. طبعا اختتمت دورة الألعاب الأولمبية في باريس أول أمس، لكن بعد 19 يوما من اللحظات والمشاهد التي سيخلدها التاريخ، وثقت الكاميرات خلالها الكثير من القصص والمشاهد المختلفة خلال هذا الحدث كان لها صدى واسع بين المتابعين على مستوى العالم. انطفأت شعلة الألعاب الأولمبية في باريس، لكنها خلدت قصصاً وأحداثاً لا تنسى، من ترقب الجماهير وصيحات التشجيع إلى نظرات الفخر ودموع الانتصار.
فالتتويج يحتاج رحلة طويلة من التدريب حتى لو كان برمح خشبي في قرية باكستانية نائية، كما فعل أرشاد نديم الذي عاد لبلاده بأول ميدالية ذهبية في تاريخها في المسابقات الفردية. هي لحظات بين الفوز والخسارة، فخمسة أجزاء من الألف من الثانية هي التي قلدت العداء الأمريكي نوه لايلز الذهب عوضاً عن الفضة في مسابقة المئة متر عدو للرجال. وبضعة سنتيمترات في الهواء جعلت السويدي أرماندو بلانتس يكسر الرقم القياسي العالمي بالقفز بالزانة. أسطورة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز عادت لتضيف لخزينتها ثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية بعد عرض مذهل يشبه عرض الزواج المفاجئ الذي تلقته منافستها الإيطالية أليسيا موريلي على منصة التتويج. الجزائرية إيمان خليف لم تتجاوز فقط منافساتها في رياضة الملاكمة، وإنما تجاوزت أيضاً التنمر والجدل والشك بهويتها الجنسية وحصلت على الذهب. ذهبية إيمان تضاف إلى ست ميداليات ذهبية أخرى حققها العرب في ميادين رياضية مختلفة، إضافة لميداليات فضية وبرونزية أخرى خلدت هي الأخرى بطرق مختلفة، كما فعل التركي يوسف ديكيتش عندما رمى ويده في جيبه. السلف الأشهر في الأولمبياد كان من نصيب الكوريتين، فقد تلاشت الخصومة السياسية على طاولة التنس الزوجي في صورة أثارت جدلاً واسعاً في بلادهم. ومهما حاول اللاعبون تغليب الرياضة على السياسة، إلا أنه وفور إسدال الستارة على دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، قالت الولايات المتحدة إنها تغلبت على الصين هذه المرة بحصولها على 126 ميدالية مختلفة مقابل 91 للصين. نختم الجزء الأول من أخبار الصباح بخبر سعيد وسار لمرضى السكري، حيث طور علماء علاجاً يعتبر بمثابة إنسولين ذكي يستجيب لمستويات السكر المتغيرة في الدم في الوقت الذي يحتاجه جسم المريض، مما قد يحدث ثورة في علاج ملايين الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول في جميع أنحاء العالم. صحيفة The Guardian قالت إن الإنسولين الذكي وبحسب العلماء يظل كامناً في الجسم ولا ينشط إلا عند الحاجة، ويعتقد الخبراء أنه في المستقبل قد يحتاج المرضى إلى الإنسولين مرة واحدة فقط في الأسبوع، بعكس المرضى الحاليين أو حالياً الذين يحتاجون إلى حقن المزيد من الإنسولين مرة أخرى في غضون ساعات قليلة فقط. كل تأكيد شيء يعني جيد مبشر وإيجابي جدا، مسألة الحقن يعني المتكرر مع مرضى أربع مرات حتى في يعني اليوم كل تأكيد تحمل الكثير من الصعوبات. الآن نذهب إلى ريم بساطي لنتعرف ما الذي لديها اليوم قبل بدء فقرات صباح العربية. صباح الخير يا ريم. صباح الخير حنين وأسامة، وبالفعل اليوم حلقة مليئة بالموضوعات والضيوف المميزين، لكن خلينا ننتقل سريعا إلى سؤالنا التفاعلي، لماذا يختفي الأصدقاء بعد زواجهم؟ إيش رأيكم؟ هل تخسروا أصدقائكم؟ وإيش الأسباب يا ترى التي تقف خلف ذلك؟ هاي حنين خلينا ناخذ رأي متزوج. يلا ايش رايك وسام، هل ما زلت محافظ على اصدقائك القدامى ولا الزواج اخذك منهم؟ لا لا لا، بكل تاكيد ما زلت محافظ على اصدقائي القدامى، بالعكس وما زالت علاقتنا يعني تعتبر زي ما هي. اكيد جميل. في ناس اختفت وفي ناس أصبحت موجودة بشكل أكبر، لكن في كل الأحوال أنت عارفة ضغوطات الحياة، ربما في بعض الناس بتعتبر أنه الرجل يعني بما أنه تزوج فخلص أصبح أسير يعني لن يخرج. ترى خلي بالك بعض الزوجات يتحكموا في اختيار الأصدقاء لأزواجهم بعضهم، ولكن لا شك أنه بيخلق نوع من الالتزام بساعات معينة بأوقات معينة مناسبات معينة، بس اللي بيخسروا أصدقائهم بعد الزواج أنا بعتبر أنه عندهم قصر نظر. دائما بتقدر تعيد تشكيل العلاقات
سواء لظرف عندهم أو ظرف عندك أو وضع جديد عندك أو عندهم بما لا يؤثر على العلاقة نفسها. اللي بيصير إنه في ناس بتقول لك خلص هذه مرحلة جديدة بنطوي الصفحة اللي قبل بنبلش صفحة جديدة، يا ساتر، بيخلقوا أصدقاء بعدين لما تيجي مرحلة الأولاد بيخلقوا أصدقاء جدد وبيستغنوا على الأصدقاء وبتضلها هيك بتضلها هيك بالأخير بيخسروا بعضهم الأزواج خصوصا الزوجة، خلي بالك. عموما نلتقيكم بعد موجز الأخبار. بعد الموجز بإذن الله.